تعالى اقول لك ازاي لو انت عايز تشتري نسخه ويندوز اصليه بسيريال اصلي مدى الحياه. كل عليك هتخش على الرابط اللي في صندوق الوصف على متجر سيديكي اوفر. زي ما انت شايف نسخه ويندوز 10 سعرها 22 دولار. كل عليك بعد ما بتنشئ حساب على الموقع بتختار النسخه وتضغط هنا على كلمه باي ناو. بعد كده هتلاقي لك كوبون خصم بيعمل 25% خصم على سعر النسخه. مجرد ما تضيفه وتضغط هنا على ابلاي سعر النسخه هيتحول ل 16 دولار. اما لو انت عايز تشتري مفتاح اصلي لويندوز 11 زي ما انت شايف سعره 30 دولار. مجرد بس ما تضغط هنا على باي ناو ونفس الكوبون برده بتضيفه 25% خصم وتضغط هنا على ابلاي بتحول سعرها ل 23 دولار. اما لو بتحب المكتبية زي اوفيس 2019 فزي ما انت شايف سعره 63 دولار. مجرد ما بتضغط على باي ناو تقدر تضيف كوبون الخصم زي ما انت شايف وتضغط هنا على ابلاي سعره بيتحول من 63 دولار ل 47 دولار. كل عليك بعد ما تختار السيريال اللي انت عايزه بتضغط هنا على سبميت اوردر. وبالنسبه لوسائل الدفع اللي موجوده على الموقع فالموقع فيه اكتر من وسيله زي البايبل والفيزا وباي. تقدر انك تدفع باي وسيله انت عايزها بكل سهوله. وبتقدر بعد كده بتحصل على سيريال بيفعل لك بيه نسخه الويندوز مدى الحياه. مجرد ما بتضيفه وتضغط على اكتف وزي ما انت شايف بتلاقي النسخه بعد كده متفعله عندك مدى الحياه حتى لو عملت فرمات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اهلا بكم. حلقه النهارده باذن الله هنتكلم عن كيفيه تنظيف الكمبيوتر بتاعنا من جميع المخلفات اللي فيه وتحسين الاداء بتاعه وكمان توسيع بورتيشن السي. طبعا كلنا عارفين مع كثره تثبيت البرامج والالعاب عندنا على جهاز الكمبيوتر بيبدا بورتيشن السي بيتحول بين اللون الاحمر، وده نتيجه ان في حتى برامج احنا مثلا بنحذفها بعد ما بنثبتها بنرجع نحذفها، او العاب بعد ما بنثبتها بنرجع نحذفها، او بعض الملفات اللي مالهاش اي لازمه بتبقى موجوده عندنا في قلب بورتيشن السي وعشان كده بيتحول للون الاحمر. ومن خلال حلقه النهارده هنشوف مع بعض ازاي انك انت تعمل تنظيف لبورتيشن السي وتنظيف للجهاز بتاعك بالكامل من جميع المخلفات اللي ملهاش لازمه عندك، وكمان انك انت توسع بورتيشن السي وتوفر فيه مساحه للتحديثات والبرامج والالعاب اللي انت حابب تثبتها بعد كده. فتعالى مع بعض نروح على المكتب ونشوف ازاي احنا نعمل تحسين للجهاز بتاعنا وتنظيف لجميع المخلفات اللي موجوده فيه. يلا بينا. ودلوقتي هنشوف مع بعض ازاي انك انت تنظف بورتيشن السي من جميع المخلفات اللي موجوده فيه وكمان توفر مساحه كبيره جدا. زي ما انت شايف البورتيشن السي عندي بقى باللون الاحمر، واكيد طالما دخلت الفيديو ده انت كمان اكيد البورتيشن السي عندك باللون الاحمر واتملى على الاخر. طبعا بورتيشن السي بيختلف من جهاز لجهاز او من حد لحد، يعني مثلا حد ممكن بيكون مخليه 200 جيجا، حد مخليه 120 150 على حسب المساحه اللي موجوده عنده. ممكن حد كمان بيكون مثلا مركب هارد اس اس دي ومثبت عليه نسخه الويندوز زي حالاتي كده. انا عندي هنا هارد اس اس دي 120 جيجا، فطبعا من كتر ما بحمل برامج وملفات بقى باللون الاحمر بالشكل ده وكل اللي فاضلين 8 جيجا. زي ما قلت لك المشاكل اللي ممكن تحصل لك بسبب ان البورتيشن السي بقى باللون الاحمر، اول حاجه انك انت ما تعرفش تثبت برامج او العاب مره ثانيه بسبب ان خلاص ما عندكش مساحه. ثاني حاجه انك انت هتلاقي كل البرامج والالعاب مش قادره تشتغل معاك والجهاز بقى تقيل معاك بشكل كبير جدا. فاحنا دلوقتي وفي خلال دقيقتين بالظبط هنبدا نحل جميع المشاكل دي ونوفر عندنا مساحه بدون ما نحذف حتى اي حاجه من عندنا ليها اهميه. هنبدا دلوقتي اول حاجه زي ما انت شايف خد بالك من الرقم اللي هنا. انا عندي البورتيشن 118 جيجا فاضل فيه حوالي 8 جيجا. هنبدا نشوف هنوفر قد ايه بعد عمليه التنظيف. اول خطوه بنصحك بيها قبل ما تبدا تعمل عمليه التنظيف، لو انت عندك ملفات مهمه في سطح المكتب حاول انك انت تحتفظ بيها. كتير جدا مننا بيهمل في سطح المكتب ويبقى عنده بالشكل العشوائي زي ما انت شايف كده، بتلاقي عليه صور وعليه برامج وعليه ملفات، وبيبدا ان هو ما يجي ينظف الجهاز ممكن يحتاج الملفات دي بعد كده ويستخدم برامج استرجاع ملفات محذوفه. فانت نصيحه مني ليك ابدا لو انت مثلا شوف الصور اللي عايزها ابدا خزنها في اي بورتيشن، مش عايزها ابدا انك انت وديها عندك على الكمبيوتر. مش هي دي الخطوه اللي هتنظف لك الجهاز، لكن دي مهمه جدا علشان خاطر لو انت عندك ملفات مهمه قبل عمليه التنظيف تبدا انك انت تحتفظ بيها. كمان هتبدا انك انت تروح على طول على اليوزر نيم بتاعك كده وتخش هنا على الداونلود. لو عندك اي ملفات انت مش محتاجها ابدا انك انت احذفها. لو عندك ملفات كنت عامل لها داونلود في الفيديو او في البرامج ابدا انك انت خدها على اي بورتيشن تاني. فمهم جدا انك انت لو في ملفات انت كنت عامل لها داونلود ومحتاجها ابدا خزنها في بورتيشن. كمان لو انت مثلا شغال على برنامج بتحمل ملفات وعندك مثلا لسه ملفات هتبدا تتحمل ولسه هتكمل تحميلها ابدا انك انت اعمل لها عمليه استكمال، يعني خلي الملفات اللي عندك كلها متحمله على الاخر علشان خاطر بعد عمليه التنظيف اي ملفات كانت في الداونلود بتتحمل مش للاسف مش هتعرف تكمل تحميلها. تمام كده طبقنا اول خطوه. هنروح هنا على البورتيشن زي ما قلت لك عندي 8 جيجا فايضين. هبدا دلوقتي ان مجموعه الاوامر دول هم عباره عن 5 اوامر هتلاقينا فيهم لك في صندوق الوصف. هتبدا اول امر تمسكه ده كوبي او نسخ، وهتبدا انك انت تفتح الران باكتر من طريقه. لو انت مثلا على ويندوز 11 هتيجي كليك يمين هنا وتضغط هنا على ران وهتبدا تضيف الامر الاولاني وتضغط على انتر. مجرد ما تضغط على انتر بعد كده هتضغط ضغط هنا بالشكل ده كل الملفات دي كنترول مع حرف الاي، وبعد كده تضغط على زرار الديليت الحذف عشان تبدا انك انت تحذفها نهائي من عندك من على الجهاز. فانا هضغط هنا على الديليت واعلم العلامه هنا واضغط ضغط هنا بالشكل ده، وبعد كده احط العلامه هنا واضغط هنا على اسكي ضغطه بالشكل ده. تمام طالما هنا الملف ده فضل معاك سيبه ما يهمكش خالص، اقفل هنا خالص بالشكل ده. تمام دي اول خطوه انت هتعملها. بعد كده هتروح على الامر الثاني نسخ نفس الطريقه وتفتح نفس الطريقه الران وتبدا انك انت تضيف الامر الثاني وتضغط هنا على انتر. نفس الفكره كل الملفات كنترول مع حرف الاي
والزرار بتاع الديليت، وهتنتظر ان هو يحذف لك الملفات كلها، تحط علامة الصح هنا وتضغط الضغط هنا بالشكل ده. لو ظهرت لك الرسالة دي بتضغط هنا وتضغط الضغط هنا بالشكل ده، خلاص تمام. بعد ما يخلص لو ساب لك ملفات زي كده مالكش دعوه بيها خالص، سيبها عادي مفيش اي مشكله خالص، واقفل هنا خلاص. كده خلصت عمليه انك انت تحذف الملفات المؤقته. هنبدا برده نفس الطريقه، نروح هنا كده وتبدا تروح انك انت تجيب الامر رقم 3 بالشكل ده. نفس الطريقه بتفتح الران وبتبدا انك انت تضيف الامر رقم 3 هنا وتضغط على انتر. بعد كده نفس الطريقه كنترول مع حرف الاي وتضغط على زرار ديليت. تمام، تظهر لك الرساله دي، بتضغط هنا وتضغط هنا على اسكيب تخطي. تمام كده خلصت برده المرحله دي. بعد كده هتحتاج انك انت تاخد الامر رقم 4 نسخ نفس الطريقه، المره دي هتحطه في مربع البحث هنا، تبدا انك انت تضيفه كنترول مع في. هتبدا تظهر لك القائمه دي، تختار اول اختيار من فوق اللي هو اد. هنا في الوقت ده هيبدا يفتح لك جميع التطبيقات اللي موجوده عندك على الجهاز. مهم جدا لو انت عندك تطبيق ما بتستخدموش انك انت تحذفه، لان كده هيوفر لك مساحه كبيره جدا. يعني مثلا لو عندك تطبيق زي كده ما بتستخدموش، بيطرف عليك كليك يمين وتعمل له عمليه الغاء التثبيت، ضغطه بالشكل ده، تضغط على يس وهيبدا يعمل لك عمليه الغاء تثبيت ليه بالشكل ده. وتبدا بقى تشوفهم تطبيق تطبيق، اي تطبيق ملوش لازمه عندك او انت ما بتستخدموش ابدا انك انت تحذفه عشان يوفر لك مساحه. الامر اللي بعد كده هتاخده كده بالشكل ده كده نسخ الامر الخامس، وهتيجي في مربع البحث نفس الطريقه وتبدا انك انت تضيفه عندك، وهتختار هنا ديسك كليم، تضغط عليها ضغطه بالشكل ده، هيظهر لك بارتيشن السيت خليه زي ما هو، تضغط هنا على اوكي. هتبدا تظهر معاك القائمه دي، هتبدا تنزل تحت هنا وتعلم على الريسايكل بن سله المحذوفات، ولو عندك كمان الملفات المؤقته تعلم عليها، وبتضغط بعد كده هنا ضغطه على كلين، بعد كده تضغط هنا على اوكي. وهيبدا دلوقتي ان هو ينظف لك عندك جميع المخلفات اللي موجوده كمان في بورتيشن السي، فبتسيبه لحد ما يخلص خالص. نفس الطريقه بياخد وقت على حسب كميه الملفات المؤقته اللي موجوده عندك. خلاص كده خلص، فبتضغط هنا على اوكي، تضغط هنا على ديليت فايل، وهيبدا ياخد المرحله دي كمان. هنروح دلوقتي على الكمبيوتر عندنا، وهنبدا ان احنا نقف على البورتيشن بتاع السي، نقف عليه بالشكل ده، وهنبدا ان احنا نضغط على بروبرتيز الخصائص بتاعته. بعد ما تقف على التولز هتضغط ضغط هنا بالشكل ده، وهتخليك واقف على بورتيشن السي، وبعد كده هتضغط هنا ضغطه، هيبدا يظهر لك البورتيشن بتاع السي عندك، تفضل واقف عليه، ونفس الطريقه بتضغط ضغط هنا. زي ما انت شايف هتلاقي دلوقتي في ثواني بسيطه ان هو بدا ينظف لك، كل ما تضغط هنا بيعمل عمليه تنظيف وتحسين لاداء البورتيشن بتاع السي بتاعك. اخر حاجه هتعملها انك انت هتروح على سله المهملات وتبدا انك انت تفرخها، لان كل الملفات اللي حذفناها من الملفات المؤقته راحت عندنا هنا على سله المهملات. وجت اللحظه دلوقتي اللي هنبدا نبص على البورتيشن عندنا بتاع السي، وزي ما انت شايف انا كان عندي حوالي 8 جيجا اصبحوا حوالي 42 جيجا، يعني وفرت اكتر من حوالي 35 جيجا بحالهم عندي بورتيشن السي. كمان لو كنت حذفت برامج اكتر من البرامج اللي ما بستخدمهاش كانت هتوفر عندي مساحه اكبر. زي ما انت شايف وفرنا حوالي 35 جيجا بسرعه جدا في حوالي 3 دقائق. انت ممكن توفر اكتر على حسب كميه الملفات اللي موجوده عندك، وكمان الملفات المؤقته والبرامج اللي ملهاش لازمه عندك على الجهاز، وكل ده بدون برامج. يا رب تكون الطريقه عجبتكم وتكونوا استفدتوا منها. وبكده شفنا بكل سهوله قدرنا ان احنا ننظف الجهاز بتاعنا من جميع المخلفات، وكمان نوسع بورتيشن السي ونحل مشكله بورتيشن السي باللون الاحمر. يا رب تكون الحلقه عجبتكم وتكونوا استفدتوا منها. يا ريت ما تنسوا تشير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.